انتقلت الى دار البقاء والدة الأستاذة فاطمة الزهراء رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته. هي زوجة الأستاذ مولاي عبد الرحمن المنصوري النقيب السفير الباشا الرجل الوطني الصادق. تعازينا الحارة إلى الأستاذة فاطمة الزهراء السيد زهير والسيد سعد، وتعازينا كذلك لجميع المراكشيات والمراكشيون. اليوم كنا في تشييع جنازة والدة السيدة رئيسة فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش. هذا اليوم كان يوم أليم لأنه سيدة لينجبات رئيسة بمعنى الكلمة الرئيسة الحديدية اللي عطت لمدينة مراكش الكثير والكثير، وهي وزيرة التعمير. نتوجه لها بهذه المناسبة الأليمة بأحر التعازي، وطالبين من المولى العلي الكريم أن يرحمها برحمته وأن يدخلها فسيح جناته، وبنيابة عن أطر ونواب السيدة الرئيسة والمجلس الجماعي ككل وساكنة مدينة مراكش، نتوجه بأحر التعازي للسيدة الرئيسة وللعائلة الصغيرة والكبيرة. بهذه المناسبة الأليمة ديال وفاة ديال الأم ديالنا عائشة مدرا أم الأستاذة الأخت ديالنا فاطمة الزهراء المنصوري، تنتقدموا بأحر التعازي إلى الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري، وتنطلبوا من الله العلي القدير أن يرحم الأم ديالها ويسكنها فسيح جناتها ويغفر لها ويغفر لجميع المسلمين. اللهم اسكنها فسيح جناتك، اللهم اسكنها فسيح جناتك، اللهم اسكنها فسيح جناتك، اللهم ثبتها عند السؤال، اللهم ثبت منطقها عند السؤال، اللهم ثبتها بالقول الثابت عند السؤال. يا ربي ارحمها واغفر لها وارزقها الفردوس الاعلى، وتنطلب من الله ان يغفر لجميع المسلمين والمسلمات ويبارك ابناء لالعيشة ميدرا، والله يرحم الجميع والله يغيثنا والله يرحمنا، وشكرا لكم جزيلا.